احنا بكل صراحه نتكلم مع المواطن. قبل بالسابق كانت اكو سرقه للوقود لهذا الغاز او تهريب هذا الغاز، جزء من السيطره. قلنا من هاي التفصيله بخصوص هذا الاجراء. نعم احنا الجي بي اس او الجي بي ار اس ايش راح يغير معاقبه متابعه وتعقب تتبع الموضوع راح يخلي حركه الصهاريج منظوره الكترونيا ويعرف وين راح يروح وين راح يرجع. يعني قبل تحية لزميلنا الأستاذ عباس ناعم. نعم. قبل يومين كان عندي بشركة توزيع المنتجات النفطية وسوى تغطية جميلة جدا عن الجي بي. نعم. الجي بي آرس. فشوفنا الشاشات كيف تعمل يعني. طيب. الصهريج اللي يطلع المرقم سيارة المرقمة كذا كذا تابعة للسائق سين من الناس زيد من الناس خرجت من المستودع الفلاني بالوقت الفلاني. أكو شاشات تتبع حركة الصهاريج. أي. تم ربط الأسطول الحكومي بالكامل. بالكامل. 1200 صهريج. وال 800 مع القطاع الخاص. 8000. 8000. 8000 من 20000. من 20000. وطبعا هذه ارقام كبيره جدا. انت بالتعاون تتحجج تحرك صهاريج. هذا راح يقلل او راح ينهي هذا الموضوع ان شاء الله. يعني نصل لمرحله انعدام.